أعتقد أنه أصبح من الشائع معرفة حساب مساحة المثلث إذا عرفنا طول قاعدته وارتفاعه. فمثلا لهذا المثلث إذا كان هذا هو طول القاعدة وهو b، والارتفاع هنا طوله h، فقد أصبحت معرفة شائعة أن مساحة المثلث سوف تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. كمثال، إذا كانت القاعدة تساوي 5، إذا كانت تساوي 5 والارتفاع يساوي 6، فإن المساحة تساوي نصف ضرب 5 ضرب 6، وهو يساوي نصف ضرب 30 ويساوي 15. الآن ما هو غير شائع معرفته هو كيف نجد مساحة المثلث عندما تعطى فقط أضلاع المثلث، عندما لا تعطى الطول. فمثلا كيف تجد مساحة المثلث عندما فقط أعطيك طول الأضلاع؟ لنقول أن هذا الضلع A، الضلع B، الضلع C، A و B و C هم أطوال الأضلاع، فكيف تجد ذلك؟ ولعمل ذلك علينا تطبيق شيء يسمى صيغة هيرون، هيرونز فورميولا، ولن أقوم بإثباتها في هذا الفيديو، سوف أثبتها في فيديو قادم. وحتى تثبتها فأنت ربما تمتلك الأدوات الضرورية لذلك، إنها فقط نظرية فيثاغورس مع كمية من الجبر المكثف، ولكني سوف أريكم الصيغة الآن وكيفية تطبيقها، وأتمنى أن تقدروا أنها بسيطة وسهلة للتذكر، ويمكن استخدامها كحيلة لطيفة لإدهاش الناس. إذا صيغة هيرون تقول: أولا أوجد هذا المتغير الثالث S، وهو بالضرورة محيط هذا المثلث مقسوم على 2، A زائد B زائد C مقسومة على 2. بالتالي مجرد أنك وجدت S فإن مساحة المثلث هذا المثلث هناك، المساحة سوف تساوي الجذر التربيعي لS، هذا المتغير S هنا الذي قمت بحسابه، ضرب S ناقص A ضرب S ناقص B ضرب S ناقص C. هذه هي صيغة هيرون هنا، هذا المركب. دعوني أضعها في مربع، فهذا هنا هو صيغة هيرون. وإذا بدت صعبة قليلا، واضح أنها أصعب قليلا من نصف القاعدة ضرب الارتفاع. لنعمل على مثال حقيقي أو اثنين. في الحقيقة لاحظ أن هذا ليس سيء. لنقل أن لدي مثلث، سوف أبقي الصيغة هنا بالأعلى. إذا لنقل أن لدي مثلث طول أضلاعه 9، 11 و 16. فلنطبق صيغة هيرون. S في هذه الحالة سوف تكون المحيط مقسوم على 2، إذا 9 زائد 11 زائد 16 كلها مقسومة على 2، وهي تساوي 9 زائد 11 تساوي 20 زائد 16 تساوي 36 مقسومة على 2 وتساوي 18. بالتالي المساحة بواسطة صيغة هيرون سوف تكون الجذر التربيعي لأس، وهي 18 ضرب أس ناقص A، أي 18 ناقص 9 ضرب 18 ناقص 11 ضرب 18 ناقص 16، وهذا يصبح، هذا يساوي الجذر التربيعي ل18 ضرب 9 ضرب 7 ضرب 2، ويساوي، لنرى، 2 ضرب 18 يساوي 36. فقد سوف أبدل ترتيب، هذا يساوي الجذر التربيعي 36 ضرب 9 ضرب 7، وهو يساوي
هذا يساوي الجذر التربيعي لست وثلاثين ضرب الجذر التربيعي لتسعة ضرب الجذر التربيعي لسبعة. الجذر التربيعي لست وثلاثين هو فقط، هذه فقط ستة، هذه فقط ثلاثة، ولا نتعامل مع الجذور التربيعية السالبة لأنه لا يمكن أن يكون طول سالب، إذن هذا سوف يساوي ثمانية عشر ضرب الجذر التربيعي لسبعة. إذن هكذا كما ترى أخذنا هذا دقائق قليلة لتطبيق صيغة هرون أو حتى أقل من ذلك لإيجاد أن مساحة هذا المثلث هنا المساحة تساوي ثمانية عشر ضرب الجذر التربيعي لسبعة. أيا كان آمل أنكم وجدتم هذا رائع.